سوف نكمل معا في هذا الدرس تصميم القضبان الموجودة على النوافذ، ولذلك سنقوم الآن بتنفيذ أمر Offset ثم نضغط Enter ثم Enter مرة أخرى لقبول القيمة 25,000، ثم نقوم باختيار القضيب العرضي الأول ثم التقاط نقطة أعلاه ثم نضغط Enter لتنفيذ الأمر والخروج. نقوم بتنفيذ أمر RevServe ثم Enter ثم نقوم باختيار الخط الناتج من عملية الأوفست ثم الخط الأصلي ثم Enter مرتين متتاليتين، فيتم رسم القضيب الأول كما هو واضح أمامنا. نقوم بالضغط على الزر Array فيتم فتح النافذة Array الواضحة أمامنا، ثم نضغط على الزر Selected Objects ونقوم باختيار القضيب الأول ثم نضغط Enter. نقوم بتحديد عدد الروز بخمسة وعدد الكولمز بواحد ونترك قيمة الرو أوفست كما هي 375,000 ثم نضغط OK. نقوم بتنفيذ أمر أوفست ثم نضغط Enter ثم Enter مرة أخرى لترك القيمة الافتراضية كما هي. نقوم الآن باختيار الخط السادس في أعلى النافذة ثم التقاط نقطة أسفله والضغط على Enter، فيتم رسم الخط الآخر كما هو واضح أمامنا. والآن نقوم بتنفيذ أمر Trim ثم اختيار الأرك والضغط على Enter. بعد ذلك نقوم باختيار الزوائد يمين ويسار القضيب العرضي السادس. وفي النهاية نضغط Enter لتنفيذ الأمر والخروج. نقوم بتنفيذ أمر RevServe ثم نضغط Enter ونختار الخط السفلي للقضيب السادس من أعلى ثم الخط العلوي ونضغط Enter مرتين، فيتم رسم القضيب العرضي العلوي كما هو واضح أمامنا. نريد الآن نقل جميع قضبان النافذة إلى Layer Cover، ويتحقق ذلك باختيارها جميعا ثم فتح القائمة Layers ثم اختيار Layer Cover، فتظهر لنا رسالة. نضغط على الزر OK فتختفي جميع القضبان مما يدل على انتقالها فعلا. نقوم الآن بفتح الكابر لير باستخدام اللير Properties Manager كما تعلمنا سابقا. ثم نقوم بعمل زوم حول الجزء الأيسر السفلي من النافذة. نريد الآن رسم الجزء من النافذة الذي يوجد على نقاط تقاطع القضبان الرأسية والعرضية ويعطي إحساسا بالأرابيسك المعروف. ولتحقيق ذلك نذهب إلى القائمة Draw ثم نختار منها الأمر Solids ثم Sphere
ثم نقوم باختيار نقطة التقاطع السفلية باستخدام الانترسيكشن أو سناب. ثم نقوم بإدخال قيمة نصف القطر بخمسة وسبعين من ألف، ثم نضغط انتر، فيتم رسم السفير كما هو واضح أمامنا. وهنا يجب ألا ننزعج من شكل هذه السفير، حيث سيتغير شكلها تماما عند عمل شيد للرسم. نقوم الآن باختيار السفير ثم نقلها إلى الكابر لير. نضغط الآن الزر Array ثم Select Objects، ثم نقوم باختيار السفير والضغط على Enter ليتم فتح النافذة Array مرة أخرى، ونقوم بتحديد الروز بستة والكولومز بتلاتة، ثم نحدد قيمة الرو أوفست بتلتمية خمسة وسبعين من ألف والكولومن أوفست بتلتمية خمسة وسبعين من ألف، ثم نضغط أوكي، فيتم عمل أري من السفير على كل نافذة. ولكي نرى ذلك دعنا نقوم بالضغط على الزر Zoom Previous فيظهر لنا الشكل كما هو واضح أمامنا. دعنا الآن نقوم بمسح الثلاثة خطوط والقوس المكونين للنافذة، وذلك بالضغط على الزر Erase ثم اختيارها من على النافذة والضغط على Enter لتنفيذ الأمر، فيتم مسحها كما هو واضح أمامنا. والآن دعنا نقوم بالضغط على زر SW Isometric من الفيو تول بار، وذلك لنرى معا منظرا للرسم يوضح ما وصلنا إليه حتى الآن. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الجزء.